الدين إسلام وإيمان وإحسان. أعلى الدرجات الإحسان. أعظم ما في الصيام أن العبد يحقق به مرتبة الإحسان. إحسان تعريفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يغيب كل عبادة يمكن أن يدخلها الرياء إلا الصيام. لأجل هذا قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مع أننا نعلم جميعا أن الصوم للعبد أيضا. إيه معنى إلا الصوم فإنه لي؟ هو بقى الوصول لمرتبة الإحسان، أي أنه لما لم يستطع أن يشرب الماء وهو وحده إنما كان هذا لي، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عشان كده شبه الصوم بصرة المسك. المسك خفي كما أن الصيام يكون خفيا. وطبعا هنا في تناسب معروف ما بين ريح المسك وخلوف فم الصائم، في تباين ما بينهما. هذا عندكم مكروه لكن في مقابله عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك.